نوبيليس معا نصنع المستقبل. صباحك سعيد زميلتي صبرينا، وكل عام وانت بخير، ما تلقيناش يامة العيد. وهو كذلك صباحك أسعد زميلتي حبيبة، صباح سعيد لكل عائلتك الكريمة. شكرا لك. وكل مشاهدينا الكرام، إذا بالنسبة للوضعية الجميلة تمتم ما تلقيناش سمانة كيف حوالك صبرينا؟ والله بخير، والله بخير والحمد لله. الحمد لله. إذا أجواء مشمسة ربيعية صيفية، هذا ما كنت أريد أن أقول. فضلي. شكرا حبيبة. إذن بالنسبة لنهار اليوم بحول الله، ونتيجة لعودة ارتفاع الضغط الجوي من جديد، هذا سيسمح لعودة الاستقرار وصفاء على كافة أرجاء الوطن، وعليه إذن الأجواء ستكون مشمسة خلال نهار اليوم على كافة أرجاء الوطن عدا المناطق الشرقية التي تشهد حاليا عبور بعض السحب السفلى، احتمال أن تكون مرفوقة ببقايا بعض القطرات من الأمطار، لكن هذا محليا سرعان ما تكون الإشراقات واسعة بحول الله خلال واشد جزئيا من أقصى الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار والتاسيدي. يبقى تطاير الرمال يميز محليا مناطق أقصى الجنوب ووسط الصحراء. فيما يخص الحرارة القصوى، ستشهد ارتفاع خلال نهار اليوم تصل إلى 27 درجة بوهران بتلمسان، 24 درجة بالعاصمة في حدود 23 بتيزي وزو ببجاية وعنابة، 20 درجة بالبيض وقسنطينة، لن تتعدى 18 بباتنا وسطيف كذلك بتبسة، 31 درجة منتظرة بمنطقة بشار، 29 درجة بغردايا، 28 درجة ببسكرة بالواد وتوغرد حتى بورقلة، 36 درجة بأضرار تميمون إن صالح والمنيعة، 33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوغار، بينما تكون أجواء حارة نحو أقصى الجنوب تصل إلى غاية 42 درجة. فيما يخص حالة البحر لنهار اليوم بحول الله، سيكون مضطرب نحو سواحل الشرقية، قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو سواحل الوسطى، وجميل هادئ تماما نحو سواحل الغربية، الرياح ضعيفة على العموم، تكون أحيانا معتدلة نحو سواحل الشرقية، هنا تأتينا من غربية إلى شمالية غربية. هذا بالنسبة لداخل الوطن. أما عن خارج الوطن وبالتحديد بالقارة الأوروبية، الأمطار بحول الله ستكون حاضرة خلال نهار اليوم بروما مع أجواء معتدلة 23 درجة، نفس الأجواء بفيينا، تكون مشمسة على برلين ب 21 درجة، كذلك بلندن 18 درجة، مدريد 27 درجة، وترتفع إلى غاية 29 درجة كعلى مقياس بلشبونة، بينما تكون باردة بإسطنبول أو معتدلة ب 18 درجة، لكن تكون مرفوقة بأمطار نفس مقياس درجة الحرارة وهذا بموسكو. نعود إلى أرض الوطن. بالنسبة لنهار اليوم وقت الغروب بحول الله على مستوى العاصمة، سيكون في حدود 42 دقيقة بعد 7 مساء. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، بداية أسبوع موفقة للجميع، يومكم طيب، والعودة إلى حبيبة بعد الفاز.